اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن لمياء مختار. نرجع للبعد الثاني وهو الناحيه المهنيه. يمكن انت بحكم وجودك في يعني هيئه دلوقتي، كانت وزاره قبل كده وليها تعاون دولي كبير جدا، اكيد استفدتي من الرياضه بحكم سفرياتك وان انت رحت مثلت مصر مرتين في الاولمبياد كمدربه. أيوة. صح انا غلطان؟ في سيدني وفي لندن. صح. فاكيد مع احتكاك الدولي في الرياضه اكيد ده انعكس في شغلك والحته اللي انت ماسكاها او الحته بتاعتك مع التعاون الدولي للاستثمار. كلمينا على اللينك ده، حصل ازاي؟ بص، اولا الاثنين اثروا على بعض بطريقه فيري ايجابيه جدا. شخصيتي اللي اتكونت في الرياضه خلت انا اعتقد انها فرقت جدا معايا في البرفورمانس بتاعي وفي ادائي في العمل. طب عايزين ديتيلز اكتر. يعني مثلا ايه اللي اثر في شخصيتك؟ يعني هل الايجابيه؟ يعني اولا ان انا الحاجه هتتعمل، يعني هتتعمل. انا وبعدين ما عنديش حد بيدور ورايا، يعني انا لو اتخذت الاساينمنت او خدت الحاجه تتعمل انا خلاص بجري ورا نفسي، ما حدش بيجري ورايا. قعدتي مثلا في تمارين طول النهار من الصبح لبالليل خليتني ممكن اعمل ده في الشغل. مش كل الناس عندها القدره انها تقعد من الصبح لبالليل وساعات تمشي ساعتين بالليل من المكتب وترجع تاني. فالرياضه خلت الحته دي تبقى عامله كده، خلت عندك جرأه انك تقول رايك بطريقه محترمه. طبعا لو انت عندك وجهات نظر مختلفة مختلفة، مش كل الناس بيبقى عندها الجرأة انها تعمل ده. صحيح. لانك الرياضة كونت شخصيتي تقولها. صحيح. ودي كانت جزء على فكرة بجد بيحترم جدا من الرؤساء دايما، ان انت الناس بتبقى حابة اللي عنده وجهة نظر وطالما ايجابية يقولها. طبعا بيقولها طبعًا. وقد تكون ساعات انت شايفها من منظور مختلف. فهي دي اثرت، وطبعا الناحية التانية اثرت على الرياضة، لان انا كنت بشتغل بقى بشوف المانجمنت قدامي، الرؤساء لما بيجوا يشتغلوا مع الموظفين والخريطة الموظفين كده. فلما باجي بقى ادير بعد كده عندي جهاز من وانا عندي من بنات من عندها 8 سنين للعمومي. طب انت حضرت اجتماعات لليو ان يونايتد نيشن. أيوة. حضرت اجتماعات للبنك الدولي وحضرت اجتماعات مثلت فيها مصر وكنت من الوفود المصريه. طيب يعني نظره العالم لمصر ايه؟ ما انت برضو انت شفتيها في نظره رياضيه ونظرة أيضا في تمثيل مصر في الاتجاه الحكومي والكلام. شفتي دول ازاي؟ شفتي نظرة العالم لمصر ازاي؟ زي الفل. بص أنا عايزة أقول لك على حاجة، أنا بجد بجد ومش بقول كده، إحنا في يعني مش مضطرين مش مضطرة أقول ده يعني. بس حقيقي لا، إحنا الناس بتبص لنا بنظرة احترام كويسة جدا. الناس شايفة إن إحنا أولا حتة تمثيل بلدك دي أساسا في حد ذاتها حاجة فخر، مش بعده فخر. مثلتيها في الرياضة في مثلا في المنتدى الاقتصادي العالمي، في اليونايتد نيشن لما الرئيس كان بيعمل بالذات بعد الثوره بتاعه 30 يونيو لما كان السيد الرئيس فخامته كان بيعمل الخطبه بتاعتنا في اليو ان، ان انت تبقى هناك وتشوف رد الفعل بتاع الناس وقد ايه الناس بدات تشوف البلد دي اون ذا رايت تراك والناس ماشيه وان انت بادئ صح وبتبني. وبعدين تيجي تشوف السنه اللي بعديها ان الناس بعد ما كانت قلقانه انها تيجي تستثمر، خلي بالك ان انا المجال بتاعي استثمار. بالظبط. فانت بالنسبه لك بتحس نظره الثقه للناس، بتبقى قاعدين في اجتماعات وتشوف الناس بتكلم الوزراء بتوعنا ازاي، وبتشوف الناس بتتكلم مع المسؤولين اللي عندنا ازاي، وان الناس بتيجي زيارات. يعني انا فاكره ان رئيس البنك الدولي الجديد اللي هو اول ما تعين ما كملش شهر ولا حاجه، كانت اول زياره ليه في المنطقه كانت للدوله هنا. جه سيادته قبله وسياده الرئيس قبله. فاكره ده سنه كام مثلا؟ فاكره كان سنه كام؟ اول كان يعني كان مثلا اعتقد كان 2019 اسمه ديفيد مالباس.